بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنقبل الله بإن آيات ده كنتن إيا السقال سورة النور إلى آخر سورة وحاينو الدم بيسي هايدن كإذا الضلبان الدومهين إذن خدميسي يعرفوت أنقان قارن وقوة حرطة كمدة صدح قار وقتك السلاة الصبح كهر سلاة ishaha kadib maalinweynta waa saddexda goor ee dadku ay hurdada u qaan qaadaan saddexda goor wixii aan ahayn wax dhibaato ama haday idin soo galaan idan laan aayadan uu idan ka soo kale u bay sheegi wayda balaqal atfaalu arruntu markay gaadaan uminku idinka mid al xuluma qaangaad markay gaadaan ihtilaam fal yastaadinuha idan dalban kama staadana alladina kuwi say udan dalbayan qablim koray oo dadkii waaweyna كذلك سيراسو يبين الله الله أعدين يا لكم إذن كعدين آياته آياته سا والله الله عليم وأقيه وحول بحكيم وفلس يعني ما من وناكس يعني عروت حرت إيه ما كان قان قاران يكو أضمها الله بضمه ما كان قان قاران وأي شنية متر قاران أما احتلامان سيدا فجواوين وكلها هذا فجواوين لو ما أقولين إن إذا الآن سو قلان وقت كسته كل الأوقات رجع وين إذا الله نيني سو قلنا هواين كأو سو قلنا لوما أقولين كونوا ديرجع وين أبي كبره رجع وين وكمده النقطة وين إلهي ساسو إنه يقول عدي حقي سبحانه وتعالى وين إنه كل قلنا وين وإذا بلغ الأطفال عروت مركي جاران منكم إذن كإذن كمده الحلم قان مركي جاران احتلام فليستأذنوها إذا طلبان كما استأذن الذين من قبلهم كل كهر رئيسي وذل ضربان اللي فقوا وين بين نقضين بعض لقوضة كذلك سلاس يبين الله الله إذن كو عدين يا لكم إذن كآياته آياته سا والله الله سبحانه وتعالى عليم كوح والبوق ويحكيم ومامل وناكسا فلسا والقواعد كو فريستي ومن النساء دمرك كو حيلك كفريستي أما دلماذا كفريستي أما دأذا لفريستي الله تي قبله لا يرجون عن رجينين النكاح وحقور عن رجينين فليس عليهن دشوض ماه جناح وحدبة أن يضعن إني دجيان ثيابهن درقوضة غير متبرجات كموشين يغير كذ حاليه بزينة قروح يضعن ثيابهن وإني حجابك وإسكد جنكران قربصارتي الله سوهاري يدرعي الله سوهاري حجابك وإسكد جنكران لكن إن قروح موتيا الله مرة بقى واحد لغنت كوك قبانيه دجاه واحد كوك قبانيه واحد كناه كوك قبانيه إن موتيا الله مرة بقى وشددوا دنوا إن يهين إن اسم موتيا وأن يستعففنا إن يدعو الصلاة وحجاب كذا إسك قبان يا خير لهن أو خير بدن والله الله سبحانه وتعالى سميع كمغلا ويعلم العب قبلها فريستي دأب إلا فريستين حيث كيبي كفريستين واحد إن لقول سدنا رتشك ما قبان واحد به مسار هذاي جلباب كإسكندر نر قاضي قيب كمذا كرمسار تمرد كخران كرمسار سيدير عواي قبايان هذاي جلباب كإسكندر واحد به ماله لكن هنا إن قروح ذا ضم وشين ويرجع أي نهر مر مرنا اسم وشين يجو وحياه اللقنت يشينها يكو قبان أم وشينها لكن واحد أقصي في عن أقص خير بدن إن نر قاضي حجاب قاضي إسكندر قبان يا وقفير بدن لكن هذه حجاب كإسكان دكان واحد يبغى ماله مرة دين ده جوز جينا هين وكفريستان مر كفر دكاسو علماء قارو حين وين حيل كفريستان تاسلا ما أقوله قبل واحد ترى حيل كي كجواي لكن ده أصو بدن إلا جوز هذا أصو بدن وقبلها دا وين هذا دا هذا كفريستي وحجور أنا أرجعين إني ويس هذا الشيء جاي والقواعد هو فريستي دأذا الله فريستي أو من النساء الدمركة الله تي قبله لا يرجون أن رجيك قبل النكاح وحقورة فليس عليهن الدشوض ماءها جناح دنبي أن يضعن إنا إسكدقان وإسكدقان ثيابهن نرك هذا وإحجابك نرك كراء إحجابك غير متبرجات كوام موتين غير كود حاليه بزينة قروح ووحق روحي موتين يعني عادر إيو وحوي وحيابها أي قبان إنا أموتيان عن ديار وحين وأن يستعففنا إنا إذا وصدان يا خير لهن أخير بدن حجاب كوذا إسكا قبان
والله الله نسمعك مغلو ويعليم نؤب ليس على الأعمى حرج آيضني صدح قضية إيه آيضني كقوم انتهى أمد والبسبب قال الله يظهر قضية بدك وبدو حوية ذاتك عندها لا يدتك روتينية يدتك بكا إن وحل لعنو لب ماله وحال يسكدن بحكمنا يدتك عندها لا ما دام أين في عشين كماشة في عنا إن أركين ذات بقى يسكدن بحكميه يدي لما عني كره ذات كروتين لما عديدين كران وهدي سفاع عن مفرسان كران ذات كبكانا ذات كنا كيره يغير سدام باصور قاله وح بكا ذات كنوع عاص إلا لعنا لب ماله وقضية كوبات قضية لبابا حوية قريو آت خلاشينك كعوني آدقون إذن أباهنين خلاشينك يالا آت كعوني قضية صدحات حوية دربا إسكدن بحكمي تري إني كلغوت عنان خلاشينك إلا مرتي أتماده داد كلغين عنتان إياه داد وذاتير عنتان إياه داد كلغين نمو عنتان من نقبال صدح لقضية آيات إنو شيك ليس معهن على الأعمى كوا إن دهلا حرج وحدبة ولا على العرج كوا رتين ما أهان الحرج واحد به ولا على المريض كوا جيخن حرج واحد به ما أها ولا على أنفسكم نفسي إننا واحد به مسارنا أن تأكلوا إنا تكعنتان من بيوتكم مركا ليلة يا نفسي إنا تقوليه إنا كعنتان واحد به مالي والأغيه تاوى عام يكون ضمبئة لغضة بعطفة يلميده قولي والدك إيو ولا لها يهداد كعنتو يقولي هذا هداد كعنتو وإسكم مدبال ليه ولا على أنفسكم نفسي إن أن تأكلوا إلى عنتان من بيوتكم قريه يدك الذي كعنتان تاوى معلوم أو بيوت آبائكم أبيه قريه هذا أتك عنتان أو بيوت أمهاتكم هو يمكن قريه هذا أتك عنتان أو بيوت إخوانكم ولاله إن رجع قريه هذا أتك عنتان أو بيوت أخواتكم ولاله إن قبلها قريه هذا أتك عنتان أو بيوت أعمامكم أذيفين إن قريه هذا أتك عنتان أو بيوت عماتكم إيه دو يمكن قريه هذا أتك عنتان أو بيوت أخوالكم أبتياشين قريه هذا أتك عنتان أو بيوت خالاتكم هبريريهن قريه هذا أتك عنتان أو ما ملكتم واحد ملكين أتك عنتان مفاتيحه وفريسة وفريسة الجودي بي أو بيوت صديقكم صاحبكم قريه هذا أتك عنتان ليس عليكم دشي إنما جناح دمي أن تأكلوا إنا عنتان جميعا وذكر أو أشتاتا كالكر بدمد هذا عنتان marka macnaheedu waxa weeye dadka indhaha la maadaama aynan dacam ka meesha fiican arkayne waxba inaad la cuntaan dhimma leh ilaahay intuu khayr uga dhigay cunay iska la cunaa dadka dhutina in isla ciliiliyan ka deenin iyagana iska la cunaa dhimma leh dadka buka iska la cunaa waa walaalihiin waxa kaloo dhib lahayn inaad guriyihiina ka cuntaan idinku aad leedihiin guriyaha aad leedihiin taayadu waa macluum ee kuwa dambe ee lagu cadfayo iyo gurigaaga inaad ka cunto waa islaamid midda kale waxa soo galay guriyihiin inaad ka cuntaa caruurtiini meeshan caruurtii aad dhashay lagu ma sheegin anta wa maluka li abika hadiiski ahaba jiro ilmaha uu qofku dhalay isagaaba iska loo tasarufkiisa leh inta dadka la soo sheegay abayowgi guriyahoodii hooyoyinki guriyahooda kulli inta aad ka cuntaa wax dhiba mal iyagoo idin idin way waxa kaloo mulaxada leh waxaad furiisa haysaan saxaabada markay duulayaan yey guriyahooda furahooda dad u dhiibi jireen marka kuwa kaliya ba maaha guriga furuhiisa lagu dhibay ee adigu ilaaliya ka tahay dirashinka waad ka cunay laakiin khasaarin maysid ruuxo wax badan oo aan dii xaq ahayn ka cunimaysid waxa kaloo jira wada jir waad u cunay kartaan jamaacadu cunay kartaan mid midna waad u cunay kartaan masalada jamaacadu cunay kartaa ama mid ee dadkii hore carabta ahaa dad dhibka reebanu kanaana leeyda inay marti helaan mooy kaligood ma cunay jirin markaas ay dadkii uu soo muslimay marka dadkii marka islaamka waxa laga yaabaa qayb ka mid ah inay isweydiyaan kaliya biyo tirashil cun kartaa marka kaliyiin ama cun ama wada jir cun wax dhibaato ama leh saddexda mas'alo waa sida in dhoolaha waa la cun kara kadhutu waa la cun kara ruuxa buka waa la cun kara guriga aabaha iyo waalidinta iyo walaalaha guriyahooda idan la aanbaad ka cun kartaa saaxiibka gurigiisa haddii ogtahay inuu faalikaaga yahay way saaxiib haddii ogtahay inuu faalikaaga yahay waad ka cuni kartaa guriga furigiisa aad hayso ilaaliyaha ka tahay waad ka cuni kartaa idan la aan waa inta labada saddexda mas'alo waa sida wax dhiba ma la saddexda waa ku dhaqbayna insha Allah laysa ma ahan oo meesha in dhoolaha hadaan ku noqonayo kuwa in dhooluhu dadba waxay dhihi karaan shaashinka dameesha fiican ma arki karo marka deyn lagu hanuuniyaaba suuragal walaalka ka qaadan leeyna yaaba suuragal
mid kale gacantiisu way dhaxmeer meer iyo deeli aad u arki maayo dad baa laga yaabaa inay waxoogay ka yar wax haysmaan dadka dhutiyana waxa weeye dadka aad u noocidiin kara ruuxu deel xubin baasi ah marka wax lama boodi kara dadka waa la cunin kara oo waa lagu waa la cunin kara wax dhiba male dadka buka waa la cunin kara intaas waa sida waalidinta iyo caruurtaada iyo saaxiibada iyo guriga fuliisa waa ka cunin kali kali waad u cuni kartaan wada jirna waad cuni kartaan wax intaas oo kale dhib ma leh leysa ma aan in cala la'ma ninka indhaha la dushiisa xarajun wax dhib haduu dadka la cuno wala cala la'raji kuwa dhutiyana dushoodana xarajun wax dhib ma haduu dadka la cuno wala cala al-mariid kuwa jiran dushoodana xarajun dhib ma haduu dadka la cuno wala cala anfusikum naftiina dhib ma saarna antaa kulu inaad ka cuntaan mabuyuutukum guryihiina idinku aad leedihiin marka caruurti aad dhashay baa soo hoos galaysa marka taa waa macluum gurigaaga inaad aad u ka cuntay inayna dhib lahayn kuwan daba lagu daba qabtay sida suuratu al-maida markii haweenka eelo kitaabka waad guursataa la lahaa haweenkani baa lagu daba xadfay way min buyutukum guriyihiina inaad ka cuntaan wax dhib male aw buyuti aabaaykum aabihiin guriyahooda inaad ka cuntaan wax dhib male aw buyuti ummahaatikum hooyooyinkii guriyahooda inaad ka cuntaan idan la'aan hadda aw buyuti ikhwaanikum walaalihiina ragga guriyahooda inaad ka cuntaan wax dhiba male aw buyuti akhawaatikum walaalihiina gabdhaha guriyahooda inaad ka cuntaan wax dhiba male aw buyuti acmaamikum adeerihiin guriyahooda inaad ka cuntaan wax dhiba male aw buyuti ammaatikum eedooyinkii guriyahooda inaad ka cuntaan wax dhiba male aw buyuti akhwaalikum abtiyaashin guriyahooda inaad ka cuntaan wax dhiba male idan la'aan aw buyuti khalaatikum habaryarihi guriyahooda inaad ka cuntaan wax dhiba male aw ma malagtum mafaatixahu furihiisa waxaad milkiideen furayaashiisa haysaan inaad cuntaan wax dhiba male ninkii kuu dhiibay oo kaa maqan aw sadiiqikum buyuti sadiiqikum way saaxiibadin guriyahooda inaad ka cuntaan wax dhib male laakiin saaxiibku waa inaad ogtahay inuu raalli kaaga yahay laysa calaykum dushiina ma aha junaaxun wax dhiba an taakuluu inaad cuntaan jamiican wada jir aw ashaatan kala jir inaad cuntaan faidaa dakhaltum markaad gashaan buyuutan guriya markaad gashaan fasallimu salaama calaa anfusikum naftiina salaama taxiyatan salaam weeyo min cindillaah laagtiisato allah sharciyeeyey mubaarakatan oo barakaysan dayibatan oo wanaagsan meeshana waa iska caamo guri kasta ood gashaan salaama weeye waxaa ka mid marka guryaha idinku aad leedihiin iyo masaajidada kale weeye guriga adigu aad leedahay markaad gasho assalaamu calaykum assalaamu calayna wa calaa cibaadillaahi saalixiin haddaan ciduba joogin haddii ehelkaaga iyo reerkaagu joogaan assalaamu calaykum baad dhihi haddaan reerkii joogin guriga cilla yahay gurigaagiina uu yahay assalaamu calayna wa calaa cibaadillaahi saalixiin baad dhihi dad masjidka soo gasho assalaamu calaa rasuulillaah allahumma aftax li abwaaba raxmatika yaad dhihi allahumma aftax li abwaaba raxmatika aad dhihi yacni guryaha salaama marka la leeyahay masaajidada iyo gurigaaga iyo guryaha caadiga ah inaad salaamto wasalaam guri oo dhan salaam baa lagu leeyahay markaad soo gasho ama dadaa jooga ama yuna joogin bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahumma aftax li abwaaba raxmatika baad dhihi markaad masjidka soo gasho markaad ka bixina intaa allahumma aftax li abwaaba fadlika markaad kasii baxayso marka mid guriyaha salaama la leeyahay masjidka ka mid ah gurigaaga adigu aad lahayd baa ka mid ah guriyaha saaxiibada baa ka mid ah faidaa dakhaltum markaad gashaan buyuutan guryo fasallimu salaama calaa anfusikum naftiina salaama oo waxaa weeye gurigaagi markaad soo gasho cidlo yahay assalaamu calayna wa calaa ibaadillaahi saalixiin masjidka markaad soo gasho nabiga iyo bishin ku bilow sidaas yeel taxiyatan salaam weeyo min cindillaahi allah agtiisa ka ahaatayo allah sharciyeeyey mubaarakatan barakaysan oo khayr badan iyo ajri baad ka heli dayibatan wanaagsan oo sharci ah kadaalika sidaasuu yubayinu llaahu allah idinku cadeeye lakum idinka al aayaati aayadihii lacalakum tacqiluuna si aad u fahamtaan axkaamta la soo sheegay oo suuradda lagu soo sheegay oo meesha lagu sheegay allah baa idin cadeeyey lacalakum tacqiluuna si aad u fahamtaan wey allah wuxuu leeyahay innama almu'minuuna mu'minuunta dhabtiihi alladiina kuwa weeye aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey wa idaa kaanuu markay yihiin mu'miniinta dhabtii macahu maca rasuuli calaa amrin xaalad jaamicin oo guud amar guud lam yadabuu waa kuwaan tegaynin xataa yasta'dinuuhu ilaa nabiga ka idan dalbaan ina alladiina kuwa yasta'dinuunaka kaa idan dalbay ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa yu'minuuna rumeeye billaahi allihi wa rasuulihi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay mu'minuunta dhabtii munaafiqiinta meesha laga saaraya
منافقين تا مركي النبي حاجة جود لجوجيرو سيدا الجمعة دي جماعة دي طلا دي مركي لجوجيرو منافقين تو يكل الدوس هيان مرك قوة نبتيه وقوة عليا رسول كرمي مركي النبي قال لك يوغان حاجة جود وسيدا وضتسق وكله دجالك وكله جماعة وكله جمعة وكله أنت جينين إلى النبي كايدا دلما ويدا النبي يومنا أيضا كوا كايدا دلما وقوة نبتيه منافقين تكايدا دلب ما هيان ويسكت تجيان يتسللون اللوادن ويرسوا صعتها كوا كايدا دلب أجو كوا مؤمنين هو قلب جود في عيني هاي إنما المؤمنون مؤمنون تنبتيه الذين كوا يؤمنوا رمي بالله الله ورسوله قولا وفعلا كرمي وإذا كانوا مركيين معهم على رسول الرسول كم عيسى على أمر أمر تلو جامع وجود سيدا جماعة إيا جمعة إيا وضا تشيق إيا لم يتبو أن تغينين حتى يستعدنوه إلى إكايا نضالبان هذا نوا سيدا وكالو مركي أمور إسلام اللي قتلوا الله وضا فديو إذا الآن لم أكعه أمور إسلام ككلية هاي مركي الله وضا فديو إن الذين كوا يستعدنون ككائدا نضالبا إن أومنين أولئك كوا سأل الذين كوا يؤمنون بالله ورسوله ومؤمنين نبا كوا أن أومنين كائدا نضالبا مراد ما نلعنه رسوله ونأذن يلاهده فإذا استأذنوك مركي كائد الضلبان لبعض شأنهم أموره هذا قيب كمذا فأذن إذن لمن شئت أنك أدونت أؤمنهم إياه كمذا واستغفر لهم ودن بالناف الضلب الله الله أغفر عن ضلب إن الله ألا غفور كالنافوه يرحيم ونحرسه هذا كائد الضلبان أموره هذا قيب كمذا ومراده هذا خير كباسكاء وحيابك ليليهين إذن قفك أدونت oo kamida qofka doontana ha idin way haduu doono nabigu inuuna idin buu heli kara uuna qufraan dalab waxa loo leeyahay waxa laga yaabaa ee muraadka yar ay leeyeen muraad sahlan oo wax sidaas u sii weyn inuuna ahayn ba suuragal marka maadaama ay kaaydan dalbeen ood idanto u qufraan dalab wax yar laga yaabo wax yar inay iyagu ay xogey gabood fal yar ku dhex jiro muraad waa weyn uuna ahayn ba dhici kartaa fiidada saadanu ka markay kaaydan dalbaan li baad shaanihim umurahooda qayb kamida فأذن إذن لمن شئت قفك أدونتهم منهم كأدونتناها إذن واستغفر لهم الله ألا وغفران ظلم إن الله ألا غفور كدافوي رحيمون حريصة وغفران ظلم حلوليه وحلق يبا أمورت أي أكعاني أمور وين إنينا هين لا تجعلوا هكي يلين دعاء الرسول نبغ يلي ديسا بينكم لحدين كدعاء بعضكم قارك يلي ديسا بعض قارك كلي أدو يليسا markaad nabiga u yeedheysaan taad idinku isugu dhawaaqdan ha ugu dhawaaqina ya muhammad hadhina ya abul qasim hadhina ya ibn abdullah hadhina ya rasulullah da ya mustafa da ya nabiyullah da magacyaha sharafta la ugu yeeran waa mamnuuc nabiga magciisa qayxan in loogu yeero waa mamnuuc oo muhammad ba sayyidi leeyda abul qasim ba sayyidi leeyda in abdullah ba sida waa mamnuuc way nabiga markaad hadaba weeyo hadaba markaad soo hadal qaadayso rasuul ku dar oo nabi ku dar oo hadaad maxamed ilaahay salliga raaci sida yeel way waa man wax day kale marka sidaad idinku isugu dhawaaqdan nabiga ha ugu dhawaaqina oo magciisa qayaxna ugu sheegine sharaftiisa ugu yeedo rasuulullaah iyo nabiyullaah iyo khayru khalqillaah iyo magaca ugu yeedo hadaad maxamed ugu yeedana salliga raaci way waa sida inagana sidaas oo kale weeyo nabiga magciisa qayaxan hadda lama dhihi karo maxamed ba sidaa yiri lama dhihi karo waa mamnuuc abul qasim ba sidaa yiri lama dhihi karo maxamed bin abdullah ba sidaa yiri lama dhihi karo nabiyullah ba sidaa yiri rasuulullah ba yiri allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ina sidaa ugu dhawaaq la taj'alu hakayelina du'a ar-rasuul nabiga u dhawaaqisa baynakum dhixdina ka du'aa ba'dikum qaarkin u dhawaaqisa ba'dan qaarka kale ugu dhawaaqo wali aad si kala ku fasiro waxay dhahay nabiga habaarkiisa habaarkiino kale ha ka yeelina habaarkiisu waa la aqbalay taas iska daayo sidii hore inuu ku wadayna allah wuxuu leeyahay qad ya'lamu allahu allahu ogyahay alladina ku yatasallaluna dusaya oo minkum idinkayda ka liwaadan dhumasho isagoo meesha la fadhiyo muuminiintu waa ka sheegna way ka idan dalbe markii la fadhiintay iska dhigaan oo ruux dabada ka mar yuu diso meel kale u tagi hadalkaas ha dhibi iyo sirka iyo wada tashiga lagu jira isaga dhimi ma dhageysan karo way dhibaato ay ku tahay way
qofka waswaaska qaba ama qofka shakiga qaba in xaq la sheego dhibaatay ku tahay way waa ku dhib hadba dhageyso marka Allah wuxuu leeyahay wuxuu og yahay kuwa dusaya iyagoo liwaadan dhumanayo oo meel ku dhumanaya yu Allah leeyahay qad ya'lamu Allahu alla wuxuu og yahay alladina ku yatasallaluna dusaya oo minkum idinka liwaadan dhumasho oo nabiga majliskiisa ka baxaya hadana waa sidoo kale oo umur islaam markii lagu jiro lama ogola فليحذر هدكتونا ذان الذين كوا يخالفون خلافية عن أمره النبي أمر كيسا أن تصيبهم من أن تصيبهم إني أصيبتها كدكتونا ذان فتنة في النوع أو قال لما إيا منافق نماء أو يصيبهم وأصيب عذاب عذاب أليم هذين دنتان ويساكو دنتان ألا وحولي كوا النبي أمر كيسا عن أمره قد يوحي يعليا عن أمر القرآن أما عن أرميد نبي عن أمر الله عن أمر النبي كسو قاد نبي كده قال ذا النبي أمر كيس خلافاي هكبدك تنادان وهكبقان فتنة إن كل عضو كفر إيا النفاق إيا الشاكي أما عذاب كل عهد يسا كل إنسان قفك أمر كالنبي خلافاي دبعت ذا سعود ديار قروه قال نمو إيا فتنة كل عي دوسا كل إنسان عذاب بقلي فليحذر هكبدك تنادان وهكبقان هكبقان الذين كوا يخالفون خلاف عن أمر النبي أمر كيسة أن تصيبهم إن أصيبتهم كل على فتنة فتنة أو قال لمئة وسواسة أو يصيبهم وأصيب عذاب عذاب أليم مؤلم حنوشي أضي ساكل إنتان الله وحوي وحرف وحي علم ذي تنبهوا بين ذي سرين وكان النحو ذي إعراب إننا حرف قوني فعل أم السمائي عمل أم السمائيان نلهنا بلك وحي نؤلاء ذي حق دماء اسكت قبنينا ألا إن لله الله وحوسنا ذي برارقه ما في السماوات سماذا وحكسه والأرض قد يعلم ألا وأجيه ما أنتم عليه واحد كسر جنتهن نفاقة ألا تنبوه برارقه وهو جاي بكرد جنته إن لله الله وحوسنا ذي ما في السماوات سماذا وما في الأرض سماذا الأرض وحكسه الله إسقله إلا له مجد خلقه وعبيدا أبورك يا الله سهل وضمع قد يعلم ألا وأجيه ما شيء أنتم إذنك أتكسوا قنتين عليه دوشي سوء عقيدة عقيدة أتكسوا قنتين ألا وأجهي ويوما ما لنا ألا وأجهي يرجعون الليذين علي إليه وما لنتم حكمة الليذين كاني ألا وأجهي فينبئهم وحوء غوهامي بما عملوا حيما الفلاح قد يعلموا ألا وحوء أجهي ما شيء أنتم إذنك عليه دوشي سأتسارنتين أو دوشي سأتكسوا قنتين ووسواسي حمانا ويوما ما لنا ألا وأجهي يرجعون اللعلن إليه إلى الله حق على اللعلن أيه مركي هوري مخاطبوها أنتم بالين مركي دمان غائبا لقدر غير وفصا حدا عربي قاسداس وحو أغيها يوحد كسوغنتهين ويوم ما لن ألا وغيها يرجعون اللعلن يددك إليه إلى الله اللعلن محكمة لسوء تاقي فينبئهم بحو أغور رمي بما عمل وحي عمل فلان والله الله سبحانه وتعالى بكل شيء شيء لأرك كل عليمك أقول معناه وحلليها الله الشيء والبؤ يا قدر صدي وعبادة كاربة وحقينات رعدة كاربة الله كتلقاضه والله سبحانه وتعالى.